السلام عليكم، انا سميتي حليمه، انا كنت خدامه من 92، كنت خدامه في خياطه. نزلت مترو سبور ضربني واحد السيد مع العائله ديالو نزلت من تما، وانا كنعاني عملت على رجلي 7 د العمليات، من هنا 4 وفي الرباط 3، عملت واحد العمليه د الكلاوي في كلينيك الشفاء. دابا الله يرحم الوالدين ديالكم، الا ملي كنت تمشي مساعده ساكنه في واحد البيت هنايا ما فيها لا المرضو، وديك المالي الدار كيخرجوني منها، ما عندي باش نخلص ليهم الكرا. والله يقف معاكم الا كان شي محسن الله يجازيه بخير، ولا شي سيدنا الا كانش كيشوفنا، حنايا خصنا نتعاوضوا في هاد المشاكل اللي عندنا حنايا، الله يجازيك بخير. دابا انا عندي ما كنقدرش نخدم على بلا حساب رجلي، ما كنقدرش نخدم عليه حتى انا رجلي ديك العضو ما غير زرعهم لي، ما قدرتش نوقف على رجلي بزاف. حتى شي حاجه زعما فاش تكون تخدم فيها ما عندكش فاش تخدم، هذيك الخدمه اللي كنت كنخدم انا هي خدمه الخياطه. دابا الله يرحم الوالدين ديالكم، وكنتمنوا المحسن اللي كيشوفوني الله يجازيهم بخير يشوفوا لي شي سكن ولا يعاونوني في هذه العمليه هذه. انا راه ما عندي فين غنمشي الا خرجوني هاد الناس هذه، ما عندي باش نكري، ما عندي حتى باش نقدر نخدم باش نتخلص الكره ديالي، ما نقدرش. دابا واحد السيده الله يجازيها بخير هي اللي كانت جبرتني في ديك الحاله في محمد الخامس، هي كانت هي واحد العائله ديالها، كانت هي وقعت لها الحادثه وتعرفت عليها، شفتها انا وقيت فيها، هي اللي كانت كتخلص لي ديك الكره وكتعطيني باش ما كنصرف باش كناكل. ودابا منين مات السيد هذاك ولادو نكروني في الكره، ما قالوا ما كنخلصش، دعوني عند المحكمه التجاريه، ماشي حتى محكمه اخرى، قال لي المحل التجاري انت كتشوفها ساكن بيت سدين ليها الباب من الفصيل وحالين ليها الباب على السمخه، انا ساكنه عندهم قديمه في شي 27 عام دابا تقريبا. دابا عاوتاني دعوني في هاد الايام هادي في محكمه ابتدائيه، دابا دازت الجلسه الاولى والثانيه، دابا تحند الاخرى في تشارج جوج، ما نعرف واش غيحكموا عليا بالافراء ولا واش نبغي يعملوا لي. دابا باقي ما عارفاش راسي انا فين غنكون، في الزنقه ولا في الدار. دابا قطع الموضوع انت كتشوف كنعمر المغي من عند الناس، مره كيعمروا لك. دابا واحد السيده مره كتعطيني ديك 20 فرنك، وواحد المره عاوتاني تعرفت عليها مسكينه، مره كنمشي نجلس معها شويه، مره كتجيب لي داك الشيء اللي كناكل وصافي. سينا كتشوف كلشي على عينك، ما كنت لا كنت مزوجه ومطلقه ملي كانت عندي 15، ما عطاوني حتى شي حاجه. كان والد الله يرحمه مشى عندهم هو واختي باش كانت باقا هنايا، ومنين مشى ما بغاوش ما عوضوني ما والو، حتى ديك الشهادة عزة على العمل، الشهادة موقفة من العمل، باش يعطوها لي باش نتبع الضمة الإجتماعي قبل ما يتوقف لي. صافي ما عطاونيش هاديك الشهادة، مكملت عام سدو لي الملف ديالي، باش سدوني الملف مشيت لكازا كنجبر الشركات آخرين، مديكرارين كيقطعو عليا أنا من الشهرية ديالي، وكيديكرارو بالناس آخرين ماشي السمية ديالي والرقم الضمة الإجتماعي ماشي ديالي، باش تحيطو ليهم الضمة الإجتماعي باش يصلحو ديك الخطأ ديالهم. نكروني قالوا ما عمري ما خدمت معاهم، انا كاين شركه اللي درت فيها 4 سنين، كاين اللي درت فيها عام 3 سنين، كاين اللي درت فيها 5 سنين، كل شركه على حسب ملي كيكون الشغل قليل وانا عندي مسؤوليه. كنت 18 عمري ما وقفت، عمري ما وقفت، كل شركه كتذكراري محق ما كيذكراري، وما عندي الوراق ديالهم وكلشي ما كي ملي كنمشي تزدني وقع لي المشكل زعما باش نتبع الضمان الاجتماعي ديالي، الشركه ديال الضمان الاجتماعي في كازا قال لي انت خصك تبقى تخلصي في العز. فاش عيطت لهم نكروني قالوا عمري ما خدمت معنا، وانا عندي القوانين ديالي كاملين معاهم. وديك الساعه قال لي دعيهم ولا شوف شي جمعيه توقف معاك، انا ما عندي باش ندير المحامي، ما عندي ما قدرش انا واش نقدر انا على الشركات باش ندعيهم، واخا ندعيهم وصور موراهم حتى شي حاجه هنا الا كنت دعيتهم انا، انت عارفه القانون. صافي جلست صممت امر الله وجلست ما عندي ما نعمل، حيت انا مشيت نجري المحكمه خصك بنادم يكون صحيح وخصك فلوس وخصك بشحال الحاجه، غير الطاكسي ما كنجيبوش انا باش نشبر الطاكسي باش نمشي انا نقلب عليهم. جات هاد كورونا هادي كنت باغا نمشي نيت ندعي، من جات هاد كورونا هادي مشيت للطبيب باش قبل كورونا في الشهر 2 ديال 2020، فاش مشيت وقيت تما حاصلة في الرباط مع اختي تما، بقيت حاصلة عام و5 شهور وانا تما فاش كانت كورونا، حتى مور داك الشي 5 شهور و 4 شهور وعام 4 شهور عاد جيت انا عام اللي فات قبل شعبان رمضان عام اللي فات عاد رجعت انايا، مرجعت انا وانا كنعاني غير مع الما، كنعاني ما عنديش الما، بقيت كنعاني مرة نجيب بدون ما نشريهم الا كيكون عندي كنشريهم. من بعد جاني بديك العصب، جاني الميكروب درجلي طلع لي حتى الفوق هنا تصدر، وجاني السكر
صافي جاتني كورونا، ما خشبرت الماء باش نغسل تا يدي. واش الانسان في كورونا وخاطع عليك الماء والضوء قاطع عليك، ما كتلقى تا باش تغسل يدك. بقيت عاوتاني انا في الغيبوبه شي شهر، وانا في الغيبوبه هنايا عاوتاني عاد رجعت شويه وخرج لي ديك ستيل د الانسولين، بقيت كنستعملهم. مي تقضى لي ما عندي باش نشريهم، بقيت كنشدي بلا انسولين من الحومه وصافي. واخا ما جاتش معايا قال لي ما جاتش معاك، واخا هذيك ما بغاش تحل السكر، حيت انا ما ديك السكر ديالي قبيح شي حاجه، ستانسيو كيطلع لي 19.5. غير من هاد المشاكل هادو. الرسالة الأخيرة كنطلب من محسن الله يجزيهم بخير، أنا عندي هاد العملية هادي وما عنديش شي سكر، الله يجزيهم بخير، اللي يدير شي حاجة ربي اللي غيجازي في هاد العواشر هادا. هادشي اللي كنطلب أنا، خصني غير رجلي نخدم شي خدمة نوقف على رجلي. الإنسان شحال ما يعطيلك ما غاديش يبقى يعطيك دائما، ضروري خصك شي حاجة فاش تعيش. مشينا حتى لهادو كيعطيو هاد الإستفادة د المحلات هنايا، ملي كنت كنبيع هنايا غي حويجاتي قدام الباب. مشينا حتى حنا باش عطيونا ديك الاستفاده، ما عطاوناش، عطاوها غير الناس اللي عندهم الديور ديالهم وعندهم المشاريع ديالهم اللي عطاو ليهم هذيك الاستفاده، حنا ما دينا حتى شي حاجه. ما كنطلبوا الله المحسن والله سبحانه وتعالى والله يجزيهم بخير، يعطيونا حتى حنا شي حاجه، يعطيني حتى انا شي حاجه فاش نعيش. حيت انا ما عندي حتى شي مدخول، ما عندي حتى شي واحد اللي غيعاونني من غير الله سبحانه وتعالى، المحسن والله سبحانه وتعالى، ونتوما الله يجزيكم بخير.